بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليسوا بأنبياء الحديث السادس كان في رد الإمام الصادق -عليه الصلاة والسلام- على من غلا فيهم، فبعض الناس غلوا فيهم بأن ألهوهم، والإمام -عليه الصلاة والسلام- تبرأ منهم، قال: «سمعي، وبصري، وبشري، ولحمي، ودمي، وشعري من هؤلاء براء». وبرئ الله منهم ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم فالذين يؤلهون الأئمة عليهم الصلاة والسلام كفار والأئمة يتبرؤون منهم كما يتبرأ عيسى بن مريم عليه السلام عن الذين اتخذوه إلها أو جعلوه ابنا لله وايضا كان هناك ناس يزعمون ان الائمه عليهم الصلاه والسلام انبياء هذا ايضا من الغلو وقد تبرأ منهم الامام الصادق عليه الصلاه والسلام براءه كامله لان هؤلاء كفار من زعم ان بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله هناك نبي فهذا الانسان كافر خارج عن الاسلام. فالأئمة ليسوا بأنبياء هذا المنصب منصب ختم بمحمد صلى الله عليه واله. نعم هم أفضل من الأنبياء باستثناء جدهم رسول الله صلى الله عليه واله، لكن الأفضلية لا تلازم كونهم انبياء، لان هذا منصب الله سبحانه وتعالى اعطى هذا المنصب لمجموعه من الناس، وجعل هناك منصبا اعظم من النبوه، وهو الامامه، "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن" ابراهيم في بداية حياته في شبابه بعثه الله نبيا، وبعثه رسولا وامتحنه بامتحانات صعبة. آخر تلك الامتحانات الصعبة كان أمره بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام. حينما نجح في كل هذه الامتحانات الله سبحانه وتعالى جعله إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني نجح فيهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن فالإمامة منصب أعلى من منصب النبوة الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأنبياء رسل جعلهم رسلا وأئمة كإبراهيم إبراهيم نبي رسول ثم جعله اماما بعضهم جعلهم نبيا رسولا مثل هارون عليه السلام هارون كان نبيا رسولا ولم يكن اماما اما موسى كان نبيا رسولا اماما والله سبحانه وتعالى بعض حججه لمصلحه لم يجعلهم انبياء ولا رسل ولكن جعلهم ائمه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هكذا الله سبحانه وتعالى فضلهم على جميع الخلق باستثناء جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وأما تفضيل الأنبياء السابقين فكل نبي مفضل في زمانه، حينما الله سبحانه وتعالى يقول: "وكلا فضلنا على العالمين" حول الأنبياء العالمين في زمانهم. وهذا لا ينافي ان يكون هناك من هو افضل منهم في ازمنه اخرى. مثلا بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى بالنسبه اليهم يقول: واني فضلتكم على العالمين. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. العالمين في زمانهم. وهذا لا ينافي ان الامه الاسلاميه افضل من بني اسرائيل. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاذا الائمه ليسوا بانبياء، ومن زعم وجود نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه واله فهذا خارج عن المله. زين هؤلاء الذين غلوا في الائمه هكذا وزعموا انهم انبياء. هؤلاء استدلوا بآية من القرآن، ذكرنا في الجلسة الماضية في الحلقة الماضية أن الغلاة الذين ألهوا الأئمة استدلوا بالقرآن أيضا، يعني حرفوا معنى الآيات القرآنية. هؤلاء كذلك استدلوا بهذه الآية وهي في سورة المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم زين يا أيها الرسل يعني أيها الأئمة وأنتم رسل من قبل الله هكذا زعموا والمعنى ليس كذلك هذه الآية في سياق ذكر الأنبياء يعني الله سبحانه وتعالى أولا ذكر نوحا عليه السلام ثم ذكر الرسل الذين جاءوا بعده تترى ثم ذكر موسى هارون ثم ذكر عيسى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم الله سبحانه وتعالى يريد يبين انه لا منافاه بين الانتفاع من نعم الله سبحانه وتعالى وبين العمل الصالح وان الانبياء بشر صحيح الله فضلهم لكن جعلهم من ال... من جنس بني ادم ولم يجعلهم ملائكه وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي هم بشر لكن الله فضلهم عصمهم اوحى اليهم جعل لهم منازل ومقامات لكن هذا لا يخرجهم عن البشريه هم مخلوقون فلذا يحتاجون الى الطعام ان تستلذ من الطيبات التي اباحها الله سبحانه وتعالى هذا لا ينافي مع ايمانك وعملك الصالح قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه الله خلق الطيبات صحيح لم يمنع الكفار منها لم يمنع الفساق منها لكن بالأساس خلقها للمؤمنين وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى منعها عن الكفار إن الله حرمهما على الكافرين في يوم القيامة الماء أو ما رزقكم الله كما في سورة الأعراف إذن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات لهم يعني هم بشر صحيح هم رسل لكن بشر لا تغلو فيهم يأكل الطعام كانا يأكلان الطعام عيسى بن مريم عليه السلام رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام هذا اللي يأكل الطعام ليس بالله هذا يحتاج وطبعا الطعام الإنسان يأكله إلا لوازم هذا تنفي عنه الألوهية كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فهذه الآية حول الأنبياء الذين سبقوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وليس هذه الآية تدل على نبوة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فلذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: قال يا سدير أو يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء يعني بريء منهم. وبرئ الله منهم ورسوله، الله أيضا بريء منهم. الرسول بريء منهم، هؤلاء ينتحلون ولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي لأن الدين الأئمة هو الإسلام الذي يغلو في الأئمة فيعتبرهم آلهة هذا ليس مسلما هذا مشرك الذي يعتبر الأئمة عليهم السلام أنبياء، هذا ليس بمسلم، فليس هو على دين الإسلام ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو عليهم ساخط، ساخط عليهم. السخط ذكرنا أنه هو الغضب الذي يراد منه العقاب بعد ذلك، يعني شدة الغضب الذي يؤدي إلى العقاب، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع، يجمع الأنبياء، يجمع الرسل، يجمع الأئمة يجمع الأمم يوم يجمع الله الرسل زين الله سبحانه وتعالى يجعل محاكمة الذين غلوا في عيسى موجودون وعيسى موجود وعيسى الله يخاطبه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أنت منزه عن ذلك ويقول ايضا في الآية: "ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم". كذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يجمعهم مع هؤلاء الغلاة، لأن الله يفوض حساب الخلق إلى الأئمة كما ذكرناه فيما مضى. "إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم" الحساب بيد الله، لكن الله سبحانه وتعالى يامر الائمه بان يحاسبوهم. فيحاسبوهم بامر وبإذن من الله سبحانه وتعالى. الرسول ليس مامورا بحساب الناس، لان عنده عمليه ووظيفه اهم. اذا الله سبحانه وتعالى يقول للرسول ما عليك من حسابهم من شيء. لكن الله سبحانه وتعالى يامر الائمه بان يحاسبوا الخلق. فيحاسبون الخلق باذن الله سبحانه وتعالى. زين يقولون لهم نحن قلنا لكم ان تغلوا فينا. بعدهم جواب حجه تامه عليهم. زين فالأئمه ليسوا بآلهه وليسوا بانبياء. فما هم؟ قلت فما انتم؟ شنو منزلتكم انتم؟ الامام عليه الصلاه والسلام يبين منزله الائمه اولا الله فضلهم باي شيء فضلهم فضلهم بالعلم بمعنى ان الله سبحانه وتعالى علمهم علم القران والعلم الشريعه وعلم ما كان وما يكون هذه وظيفته هذه منزلتهم من حيث العلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يبينوا ويفسروا القرآن. ويوضحوا سنة الرسول صلى الله عليه واله ويحفظون القرآن والسنة من التحريف ومن التأويل الباطل. هذه وظيفتهم ومهمتهم تجاه الناس. زين. فهم العلماء الذين يبينون ما هي وظيفة الناس تجاههم وظيفة الناس تجاههم هو أن يتبعوهم لأنهم معصومون أي مرة عالم ليس بعادل هذا لا يتبع كالأحبار الذين كانوا يكتمون كانوا يكتمون ما أنزل الله هؤلاء لا يجوز اتباعهم. تارة عالم يكثر من الخطأ. لا يجوز لك أن تتبعه فيما يخطئ فيه. لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام معصومون. يعني لا عصيان فيهم، ولا خطأ فيهم. وطبعا يعني قبل الشرع العقل يقول لك لازم تتبع الإنسان الذي عمله وقوله صحيح مئة في المئة لا خطأ ولا عصيان فيه فوظيفة الناس باتجاههم هي اتباعهم وفي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحتج بهم على العباد قل فلله الحجة البالغة وهم من حجج الله سبحانه وتعالى يعني في يوم القيامة واحد ما يقدر يحتج على الله سبحانه وتعالى أنت بعد الرسول لم تنصب لنا علما هادية فانما اضلنا الناس. يقال لهم ان الله سبحانه وتعالى قد نصب وقد اوصل الحجه. قل فلله الحجه البالغه. يعني كما ان الانبياء في زمانهم حجه الله البالغه اذا واحد ما اتبع الانبياء فهو محجوج وحجته داحضه، كذلك اذا واحد ما اتبع الائمه بعد رسول الله صلى الله عليه واله. الحجة تامة، يعني الآن في كتب غير الشيعة أيضاً تجد الأحاديث التي تأمر بالرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مثل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً. زين يوم القيامة يقال للناس: هل اتبعتم أهل البيت أو لم تتبعوهم؟ إذا تمسكتم بهم نجوتم، إذا لم تتمسكوا بهم فقد ضللتم لأن الرسول يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. تمسك بالقرآن والتمسك بأهل البيت. إذا واحد ما ما تمسك بأهل البيت فقد ضل سواء السبيل. قلت فما أنتم؟ قال نحن خزان علم الله. الله سبحانه وتعالى أنزل العلم على آدم ومن دون آدم من الأنبياء. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى الى الارض بدءا من ادم وسائر الانبياء الذين جاءوا من بعد ادم هذا العلم لم يرفع بمعنى ان هذا العلم انتقل من نبي الى وصي الى ان كل هذا العلم اجتمع عند رسول الله محمد صلى الله عليه واله جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ويستفاد من بعض الأحاديث أنها مئة وأربعة وأربعة كتاب أنزلها الله سبحانه وتعالى هذه الكتب كلها موجودة يعني اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك العلوم الأخرى التي أوحاها الله إلى الأنبياء كلها اجتمعت عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والرسول كلها نقلها للامام علي عليه السلام. وبعد ذلك يتوارثه الائمه واحدا بعد اخر. فهم يحفظون هذا العلم. لذلك مستودع العلم كانوا. الامام يقول نحن خزان علم الله. زين هذا اولا. ثم يقول الإمام نحن تراجمة أمر الله تراجمة جمع ترجمان ترجمان يعني المفسر القرآن من يفسره تفسيرا صحيحا من كل الجهات وبكل الجهات في ظاهر القرآن يفهمه جميع من يعرف اللغة العربية لكن الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد وشان النزول وباطن القران تبيان لكل شيء هو القران لا احد يجمع هذا العلم المرتبط بالقران يجمعه كله الا الاوصياء عليهم السلام الان باطن القران لا يعرفه احد الا الاوصياء والمقدار الذي بينوه لنا نعرفه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الله علمهم ذلك التأويل يقولون كل من عنده ربنا وما يذكر إلا أولو الباب زين فهم خزان علم الله الله فضلهم بذلك هم يبينون ذلك العلم تراجمة أمر الله ثم قال نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ثالثا وظيفة الناس تجاههم هي ان يطيعوهم. لماذا؟ لانهم معصومون، لذلك الامام قدم نحن قوم معصومون امر الله تبارك وتعالى بطاعتنا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، واولي الامر منكم. زين البعض يقول اولي الامر يعني شنو؟ يعني قاده الجيوش، اي حاكم حتى لو كان فاسق، ظالم، جائر، يزني، يشرب الخمر، هو اولي الامر، فيجب عليك ان تطيعه. هذا مو معقول ان الله يامر ان تطيع انسان اطاعه كامله وذلك الانسان يعصي وذلك الانسان يخطئ مو معقول والا يصير في الايه تناقض وهل في القران تناقض؟ لا ياتيه الباطل باطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا زين اذا هذا اولي الامر الفاسق او المخطئ أمرك بمعصية الله أنت شنو تسوي تطيع الله أو تطيعه إذا أطعت الله فقد عصيته والله يقول وأولي الأمر منكم يعني أطيعوا الأمر إذا أطعته فقد عصيت الله صار تناقض في آية واحدة وهذا لا يعقل فلذا الله لا يأمر بالإطاعة المطلقة إلا للمعصوم فلذا حينما يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا امر اطاعه مطلقه قرنهم بالرسول صلى الله عليه واله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اطاعه مطلقه لازم يكون معصوم بحيث ان كلامه لا يخالف كلام الرسول ولا يخالف كلام الله بحيث انه اذا اطعته فقد اطعت الله كما ان الرسول هكذا من يطع الرسول فقد اطاع الله لان الرسول لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى، لا يخطئ. فاذا اطعته فقد اطعت الله. لذا الامام حينما يريد يريد ان يقول ان الله امر بطاعتهم قدم مقدمه. نحن قوم معصومون امر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا. زين هذا الامر الثالث. الأمر الرابع في يوم القيامة هم حجة الله. نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض، يعني الله يحتج بهم. في يوم القيامة ما تقدر تقول أنا لم أطعهم أنا معذور، لا كلا أنت لست معذورا. الله بالنسبة إلى الرسل هكذا يقول ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى الله قبل الرسول محمد كان يرسل الانبياء فكانوا حجه الله البالغه بعد الرسول محمد، الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام حجته، والآن بعد الرسول المسلمون افترقوا فرق كثيرة، وهذا الحديث رواه الفريقان، ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، أحدها في الجنة والباقي في النار، هذا الحديث المشهور بين الفريقين، زين، 72 فرقة في النار فرقه واحده في الجنه هنا الحجه لازم تكون بالغه من هي الفرقه فرقه الناجيه الله سبحانه وتعالى جعل حججا هؤلاء الحجج وحجه بالغه قد وصلت عندما تحتج بالقران بالاحاديث تشوف الحق يسوقك الى ان تعتقد ب أن الرسول صلى الله عليه واله أمر باتباع الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن الله أمر بذلك فالحجة بالغة نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض يعني على الجميع أي واحد يعيش على هذا الكوكب طبعا إثبات شيء لا ينفي ما عداه يعني هم حجج على الملائكة أيضا لكن الكلام هنا في حجيتهم على الناس وكذلك هم حجه على الجن لكن الكلام انهم حجه على جميع الناس لان رساله الاسلام رساله عالميه ليست رساله خاصه بقوم وبمجموعه يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا والرسول بلّغ بحيث انه يصل الى جميع الناس. زين بعد الرسول صلى الله عليه واله حجيه الاسلام لم تتقلص على قوميه او على مجموعه او على زم او لزمان دون زمان، كلا. هذه الحجيه على جميع الخلق. فلذلك الاسلام بعقائده وباحكامه هذا فرض على جميع الناس. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره وهو في الاخره من الخاسرين. زين فبعد الرسول الحجه القران واهل البيت الثقلين. هذه الحجه على الجميع، يعني القران حجه على جميع الناس، الان الناس في الكره الارضيه من عرب وفرس وترك وهند اوروبيين وصينيين ويابانيين واي واحد في اي مكان يعيش في العرق من العرق الابيض او الاسود او الاحمر او الاصفر من الرجال من النساء الذي يتكلم باية لغه الاسلام القران حجة الله عليه والرسول محمد حجة الله عليه والائمه عليهم الصلاه والسلام حجة الله عليه وهذه الحجة بالغة بلغت الجميع، إذا واحد مو قاصر إما معاند أو جاهل مقصر، فلا حجة له في يوم القيامة في عدم اتباع هذا الدين، نعم إذا واحد قاصر عقاب القاصر عقلا قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يظلم، يعني افرض واحد ولد من أبوين كافرين ومات وهو رضيع مثلا. مات وهو صغير، أو واحد ضعيف العقل يعيش في مناطق نائية كان يستحيل عليه أن يشعر به هنا أن هناك دينا آخر وهو الإسلام وأنه هو الحق صدق قاصر مستضعف هذا الإنسان معذور الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. شلون يعفو عنهم؟ يعني في بعض الروايات ان الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في يوم القيامه بان يخلق نارا ثم يامرهم في الدخول فيها في في تلك النار. فمن دخل في ذلك النار يعني اطاع الله باختياره هذا ينجح في الامتحان فهو يكون من اهل النجاة. واما الذي عصى الله سبحانه وتعالى فهذا يكون من اهل الشقاء بسوء اختياره ويكون من اهل النار، اذا الايه تقول فعسى الله ان يعفو عنهم. يعني اذا نجحوا في الامتحان الله سبحانه وتعالى ينجيهم، واذا سقطوا في الامتحان فالله سبحانه وتعالى يجعلهم مع اصحاب النار هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين